والآن مشاهدينا نتعرف على حالة الطقس ووقفة أخيرة مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا دينا. شكرا آية، وأهلا بكم مجددا وأخيرا مشاهدينا، وهذه الجولة الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 32، الصغرى 21، اسكندرية 30، 21، مطروح 28، 18، بورسعيد 28، 24، الإسماعيلية 32، 19 وجوها حار. أما بالنسبة للسويس 32، 20، العريش 29، 22، طابة 31، 22، شرم الشيخ 36، 25، الغرداء 35، 25 وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 41، 24، أسوان 42، 27، الوادي الجديد 38، 22، شلاتين 36، 24، حلايب 33، 24 وجوها أيضا حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.